أربعة محافظين مروا عليه وتعهدوا بإكماله أكثر من مرة، لكن دون أن يتحول هذا الوعد إلى حقيقة. المستشفى التركي الذي كان من المفترض أن يسلم قبل 4 سنوات لمديرية صحة ذي قار، حيث كشفت اللجان المركزية عن تقدم نسب الإنجاز لأكثر من 90% قبل أن يتوقف لأسباب مالية. كما تعلمون أن محافظة ذي قار هي محافظة منكوبة وتعاني من أبسط الخدمات وخصوصا الخدمات الصحية. فهناك مستشفى التركي اللي هو قيد الإنجاز ونسبة مراحل الإنجاز ما توصلت إلى 98%. فإحنا كمواطنين نطالب وزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بسرعة افتتاح المستشفى التركي. نشكي من الخدمات الصحية في محافظة ذي قار، يعني خدمات صحية معدومة، وجاي نشوف بين فترة وفترة يقول لك خصصنا هالقد مليار للمستشفيات، هالقد مليار للخدمات الصحية، ما جاي نلاحظ هذا الشيء يعني على أرض الواقع. يعني هو مجرد مستشفى واحد اللي هو مستشفى العام، وهذا المستشفى العام يعني ما مرة يخلونه يعني الأمراض جائحة كورونا، ومرة يسوون يعني يفرغون المستشفى للأمراض العامة. رغم تقدم نسب الإنجاز في المستشفى التركي، إلا أن المستشفيات الحكومية في ذي قار ما تزال في طور الاستئناف المتكرر للعمل، فيما أكملت المستشفيات الأهلية المنتشرة في مركز المحافظة إنجاز مبانيها في وقت قليل، مجبرة المواطن على اللجوء إليها رغم أجورها المرتفعة. عندنا مشكله في محافظه ذي قار، هي مشكله المستشفيات الاهليه. المستشفيات الاهليه جاي تستغل الوضع برفع اسعار العمليات، لا يوجد هناك مستشفى بديل لاجراء العمليات، مستشفى حكومي. مستشفى الحسين التعليمي اصبح مستشفى الحجر الصحي لحالات كورونا. بقت عندنا المستشفيات الاهليه هي اثنين الرحمن والامل، اللي المواطن الفقير او يضطر الى الذهاب الى المستشفى الاهلي. يامل ذي قاريون بافتتاح مستشفياتهم الحكوميه للتخفيف عن معاناتهم، خاصه في القطاع الصحي الذي يعاني الانهيار منذ السنوات الماضيه. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي الناصرية.